جاكوب. سلام. استذكار الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة إذا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. احفظ الله يحفظك، احفظ حدود الله، احفظ أوامره، احفظ نواهيه، احفظ الله يحفظك. إذا أحفظت أوامر الله عز وجل واجتنبت نواهيه كنت تحت حفظ الله عز وجل. احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك، تجده عون لك. إذا سألت فاسأل الله. كثير منا إذا مثلا صار عليه دين أو جاه دين أو مثلا صارت له أي مشكلة بسيطة تلقاه على طول يسأل اللي جنبه أو يسأل صديق ويسأل جاره. أول ما تبدأ إذا جاك مشكلة ابدأ بالله عز وجل، اسأل الله عز وجل أولا، فيعني راح يكفيك عن الناس. وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا طلبت من أحد عون سيكون الله عز وجل هو المعين لك الأول. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، قد كتبه الله لك، يعني أي شيء مكتوب ومقدر. حتى لو الأمة كلها اتفقت أنها تضر مثلا فارس، تضر عبد الله، مثلا منطقة معينة، حنا مثلا اتفقنا نضر شخص والله ما نضره إلا بشيء كتبه الله عز وجل عليه. هذا اللي عندي، وأتمنى أن على ما قال يعني نخلي أملنا بالله كبير ونستعين بالله في كل أحوالنا. الله يعافيكم. الله يعافيك. شلون؟ الله يسلمك ويجزاك خير ويكتب أجرك. والله بيضاك. يسلم أوقات ما هي وقت. أي بس هو ظاهر إنه. بسم الله الرحمن الرحيم، أبيه نستعين، إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. أما بعد، الحمد لله انتهينا من مرحلتين، بدأ المرحلة الثالثة دعوة الإسلام خارج مكة. قبل أن نبدأ نذكر بعض الأمور أو بعض الأسماء البارزة اللي ذكرناها الأيام اللي راحت، مثل من؟ اذكروا لي بعض الأسماء اللي ذكرناها. أبرز اسم كان مولود أبو طالب. أبو طالب جده. طيب، وثاني زوجة بعد أو أول زوجة بعد خديجة من هي؟ بنت زمعة، وزوجها سكران بن عمرو. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف. في شوال سنة 10 من النبوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وهي تبعد عن مكة نحو 60 ميلا، سارها ماشيا على قدميه جيئة وذهوبا، ومعه مولاه زيد بن حارثة. وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام فلم تجب إليه واحدة منها. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف 10 أيام لا يدعو أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقال: أخرج من بلادنا. وأغر به سفهائهم، فلما أراد الخروج تبعه سفهائهم وعبيدهم يسبونه ويصحون به حتى اجتمع عليه الناس فوقفوا له صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه ورجموا عراقيبه حتى اختضب نعلاه بالدماء. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، ولم يزل به السفهاء كذلك حتى جاءوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة على 3 أميال من الطائف. فلما التجأ إليه رجعوا عنه، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبلة من عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار، فلما جلس إليها واطمأن دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزنا مما لقي من الشدة وأسفا على أنه لم يؤمن به أحد. قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بغضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رآه أبناء ربيعة تحركت له رحمهما، فدعا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، وقال له:
خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليه قائلا بسم الله ثم أكل. فقال عداس إن هذا الكلام يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال أنا نصراني من أهل نينوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال له وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه يقبلهما. فقال ابن ربيعة أحدهما للآخر أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء عداس قال له ويحك ما هذا؟ قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيبا محزونا كثير القلب. فلما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. وقد روى البخاري بتفصيل القصة بسند عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوما كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال لقيت من قومك ما لقيت وأكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وهو المسمى بقرن المنازل. فرفعت رأسي فإذ أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ذلك فما شئت، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين أي لفعلت. والأخشبان هما جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله هو قعيقعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم أن يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وفي هذا الجواب الذي أدلى به الرسول صلى الله عليه وسلم تتجلى شخصيته الفذة وما كان عليه من الخلق العظيم لا يدرك غوره. وافاق رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن قلبه لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمده الله عليه من فوق 7 سماوات. ثم تقدم في طريق مكة. نتوقف هنا ونكمل غدا بإذن الله، صلى الله وسلم على رسول الله. وإياك إن شاء الله. لا خلاص. اتكلم عن اليوم ترى اتكلم عن السلام، اعطيكم سنة السلام وسنة السلام ورد واجب.